بحضراتكم مرة ثانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم على أهم الأحداث الخاصة بمنتدى شباب العالم في دورته الرابعة التي حدثت بالأمس، أهم الأخبار التي حدثت بالأمس. دلوقتي هنبتدي مع حضراتكم بأهم ما سيحدث اليوم في امتداد لليوم الثاني لورش العمل الخاصة بالمنتدى، وإن شاء الله بعد بكرة هيكون في حفل الافتتاح وأولى جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في دورته الرابعة. النهاردة إن شاء الله في ورشة عمل حول كورونا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وبكل تأكيد يعني شيء هام جدا وبنعمل عليه في مصر، وفي هذه الورشة حيتم تنظيم اللقاءات والنقاشات حول الأهداف الأممية أو الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، والورشة هتبتدي الساعة 10 صباحا وبتنتهي في 3 عصرا. بكل تأكيد احنا عندنا نقدر نقول تجربة محققة معظم إن لم يكن كل أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأجندة 2030. حياة كريمة بالفعل يا حسام، وإحنا بنتكلم عن أهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة وضعتها في 2015 وقامت تعديل بعض البنود فيها في 2018، وبالمناسبة هذه البنود قابلة للتعديل كلما جد جديد. يعني دلوقتي كورونا فرضت نفسها، مش علينا، فرضت نفسها على العالم كله، فطبيعي إن أهداف التنمية المستدامة هي الأخرى تشمل الوقاية من فيروس كورونا. حسام بيتكلم عن ان احنا عندنا تجربه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه في مصر من خلال مبادره حياه كريمه. تعالوا نتكلم عن بعض اهداف التنميه المستدامه اللي وضعتها الامم المتحده في 2015. اول هدف هو القضاء نهائيا على الفقر، على الفقر متعدد الابعاد. يعني متعدد الابعاد؟ يعني الفقر اللي بيتبعه بقى صحه مش كويسه، اللي بيتبعه تسرب من التعليم، لانه الفقر بالتاكيد ده النواه اللي بينطلق منها كل هذه الامور. يعني خلينا نحط المصطلحات العربية الدقيقة والناس ما تنزعجش، يعني مقدار تخلف الشعوب، التخلف يعني التراجع في مستويات التقدم، تخلف الشعوب هو الفقر والجهل والمرض، الفقر والجهل يعني مفيش تعليم، والمرض يعني مفيش صحة. لما بتحدث أو تتوفر هذه النقاط الثلاثة في أي دولة بيرتفع مقدار تخلفها عن باقي الدول، فده جزء من اللي بتعمل عليه حياة كريمة. لما بنتكلم عن الفقر متعدد الأوجه بنتكلم عن دور التعليم، بنتكلم عن دور الصحة، عن توفير مياه نظيفة، عن توفير صحي موارد للطاقة، في أمور كتيرة جدا جدا يعني حياة كريمة حقيقي بتوفرها، مش كلام تلفزيونات، والله فعلا، والله بجد في شغل بيحصل في حياة كريمة حقيقي جدا. يمكن تكون الناس بتتفرج اللي عايشين في المدن الكبيره يا شاذلي ممكن يكونوا مش شايفين ده، بس لا، في ناس كانت منسيه وفي ناس لازالت منسيه وهتوصل لها حياه كريمه ان شاء الله، نقدم المشيئه. بس في ناس فعلا يا جماعه يعني عايشين من غير سقف، لا عندهم ميه نظيفه ولا صرف صحي ولا اي حاجه، يعني حتى الناس اللي عندها ترانشات للصرف الصحي محظوظين عن الناس اللي بكلم حضراتكم عنها. واكيد اكيد لو سالته هتعرفوا ان في ناس عايشه بالمنظر ده. بكل تاكيد يا حسام كلامك مظبوط جدا، وحياه كريمه لما وصلت غيرت حياه ناس، وبالتاكيد لما يجي الدور على بقيه القرى بالتاكيد هي الاخرى حياتها هتتغير. واحنا بنتكلم عن موضوع الصرف الصحي ده كانت مشكله كبيره جدا بالمناسبه في الصعيد وفي الاقاليم وفي ريف مصر، كانت مشكله كبيره جدا، في ناس فعلا ما كانش عندها صرف صحي. يعني في صرف صحي ناس بتعمله كده اللي هو الذاتي، يعني هو اللي بيوصل ماسوره على البلعات، في ناس اصلا ما كانش عندها الكلام ده. فتخيلوا دلوقتي الوضع بقى عامل ازاي صحيا كمان على الناس دي، الوضع بقى عامل ازاي دلوقتي بعد دخول حياه كريمه. بنتكلم في القطاع الصحي والقطاع الطبي، نشوف سيارات متنقلة، مبادرات صحية بتجوب محافظات مصر المختلفة، بنشوف سيارات إسعاف، بنشوف وحدات صحية بيتم إعادة ترميمها وإعادة تأهيلها مرة أخرى وإدخال خدمات جديدة فيها، بنشوف مستشفيات بيتم تطويرها وإدخال خدمات جديدة فيها، بنشوف منظومة تأمين صحي شامل، بنشوف كمان تعليم وفصول يا حسام. طبعا في شغل كتير في حياة كريمة رايح للناس. يعني أنا دايما بقول الطمع في الخير حلو، أنا عايز أكتر من ده، أنا محتاج شغل في البلد دي أكتر من ده، وده هيحصل باجتهاد من الحكومة وهيحصل بتضافر جهود من الشعب وفهم اللي بيحصل. يعني اللي طالبينه بس إن الناس تبص على الناس التانية، يعني يشوف الناس التانية عايشة إزاي ومحتاجين إيه، ومن هنا الدنيا هتمشي.
من برضو النقط المهمة في التنمية ونقاط التنمية المستدامة فكرة القضاء على أوجه عدم المساواة. صحيح. ودي نقطة هامة جدا جدا، وأظن إحنا ابتدينا في مصر فعلا بقالنا يعني نقدر نقول 3-4 سنين ابتدى يبقى فيه شغل في الموضوع ده. هي عدم المساواة هنا حاصل للأسف موجود عندنا إحنا، لما بتقول على شخص أصله من المنطقة الفلانية، أصل لون بشرته كذا، ده عدم مساواة. لما بتتكلم إن ده شخص عنده نوع من أنواع وعذروني الإعاقة، سواء كانت يعني ضرر جسدي أو ضرر عقلي، ده نوع من أنواع عدم المساواة. وتأتي في نهاية هذا الأمر، وهو من الأمور الأكثر انتشاراً للأسف، عدم المساواة ما بين الرجل والمرأة. وعشان كده كان عندنا عامل مرأة، وعشان كده النهاردة في قوانين تحرش، وعندنا النهاردة في ملاحقة للناس اللي بتبتز السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا في تحركات لقوانين جديدة لتغليظ العقوبات في مثل هذه الأمور. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، عشان كل واحد وواحدة للأسف لسه عايشين بأفكار عصر الحجري، يعني يعرفوا ان الإنسانية هي اللي لازم تستمر. عظيم. طيب احنا عندنا ورش عمل كتيرة، يعني احنا هنروح لفاصل بس سريعا كده هنستعرض مع حضراتكم عناوين رئيسية لورش العمل بتاعت النهاردة. طبعا. كمان من ضمن ورش العمل في ورشة عمل هتناقش مستقبل التعليم ما بعد جائحة كورونا ومسارات التعافي في قاعة البحر الأحمر من الساعة 10 للساعة 3. دي الورشة. في كمان ورشة بتناقش مستقبل التعليم ما بعد الجائحة، دي من الساعة 10 للساعة 3 في قاعة البحر الأحمر. مظبوط. وفي ورش أخرى، في نموذج محاكاة كمان فعلا للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، وورشة عمل حول جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة، وتفاصيل كتيرة هتكون معانا. لكن دلوقتي نروح لفاصل، نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح الخير يا مصر.